اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في مهرجان أوتنا بشتم الدولي في دورته الاولى. والان نستقبل الممثل النجم احسان دعدوش مع مدير ومؤسس مهرجان أوتنا بشتم الاستاذ فريد لفته. اهلا وسهلا بالنجم احسان دعدوش. اهلا وسهلا. الله يسلمك. حدثنا عن انطباعك باقامه مهرجان دولي في العراق بعد سنوات طويله من الانقطاع بين الفنانين العراقيين والفنانين العرب. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، هذه التفاته جميله وتشكر اداره المهرجان لاقامته هذا في العراق وفي مكان حديث فندق فاضل. هكذا مهرجان راح يعزز روابط العلاقة المتينة ما بين الفنانين العرب بعد هذه المدة الطويلة اللي صار بها ابتعاد. هذا التلاقح والتقارب ما بين الفنانين راح يخلق نتاج فني قادم إن شاء الله على أرض بغداد. هذا اللقاء يحسب لإدارة هذا المهرجان، وجدا سعيدين نشوف فنانين عرب داخلنا. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Let's give a big hand. Hey. طبعا بالبداية حابة أشكر الأستاذ فريد لفته والأستاذ حسين على دعمهم إلي وعلى تكريمهم، شكرا لكم. لبغداد التي تستحق الحياة، تستحق الحب، تستحق هذا المهرجان وهذا التكريم، لأنها هي بمثابة الشريان الأبهر للإبداع العربي. شكرا لمهرجان أوتنا بشتم، شكرا لبغداد، شكرا للكابتن فريد، للأستاذ حسين، للفريق الرائع المحب الذي يعاونهما، وشكرا للقامة التي تقف إلى جانبي وللزميلين العزيزين. وأنا يعني أتمنى أن أكون مستحقا لهذا التكريم في حضرة العمالقة الكبار. ألف ألف شكر. الخلود، كل البشرية يبحثون عن الخلود، واعتقد هو السبب الرئيسي في استمرار البشرية وانقراض بقية المخلوقات. احنا محتاجين الى فكرة الخلود، واعتقد انه جلجامش وفي ملحمته العظيمة في بحث عن الخلود وجد انه احنا ما ممكن ان نقهر الحياة باستدامة الجسد، لكن ممكن ان نقهر الحياة ونستمر خالدين عن طريق ان نكون مبدعين. فالإبداع هو مفتاح الخلود. المهرجان انولد من خلال مجموعة مبدعة من اللجان التي رسمت هذا الشكل الجميل، أوتنا بشتم الدولي للإبداع. كل الشكر للجنة التي اختارت المكرمين، على رأس هذه اللجنة الدكتور رعد عبد الجبار عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة الأستاذة شذا سالم، والأستاذ حسين نعمة. وكل الشكر أيضا لكل المبدعين اللي شاركونا بإنجاز تنظيم هذا المهرجان، من اللجنة الفنية واللجنة اللوجستية ولجنة اختيار الحضور. بغداد يا بغداد يا بغداد وبعيني أحلى، يا محلى كلمة دار.